اهلا بكل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد. ملف التصالح في مخالفات البنى من الملفات المهمه للدوله وللمواطن بشكل عام، وده لانه بيساهم في تقنين اوضاع المخالفين، وكمان في فايده كبيره على المواطن لانه تخصيص المبالغ اللي بيتم تحصيلها من التصالح لتقديم الخدمات والمرافق دي هتصب في مصلحه المواطن. الدوله اكدت انحيازها للمواطن من جديد بعد قرار مجلس الوزراء بمد مهله التصالح، وده هيستمر لغايه اخر نوفمبر، وده طبعا في استجابه لمطالب المواطنين اللي عندهم رغبه انهم يتصالحوا. تفاصيل اكتر هنناقشها مع ضيفنا اللي نورنا في الاستوديو، الاستاذ صبري الجندي، مستشار وزير التنميه المحليه السابق. اهلا وسهلا بحضرتك صباح وصباح الخير. الخير عليك. انا سعيد ان انا معاكي. نورتني وشرفتني. اهلا وسهلا بحضرتك. الملف ده تم طرحه اكتر من مره وهنفضل نطرحه لانه واحد من اهم الملفات الحقيقي بيهتم بيها المواطن، ملف التصالح وملف تصالح البنى ومرحله ما بعد التصالح كمان. احنا دلوقتي شايفين ان في ناس كتير جدا تقدمت بطلبات للتصالح، وشايفين ان حصل مد لفتره التصالح ده بناء على يعني الاستجابه لطلبات المواطنين. الناس بتتصالح ليه؟ يعني ايه الفايده اللي ممكن تعود عليها لو خرجنا من فكره ان الفلوس اللي بيتصالحوا بيها دي هترجع لهم تاني في صوره خدمات، لكن ايه القيمه اللي بتضاف لوحداتهم السكنيه علشان يتصالحوا؟ طيب، هو احنا بس في الاول لازم نقول انه المخالفات التي تم رصدها في عمليات البناء، سواء بناء مخالف في الارتفاعات او على اراضي الدوله او على الارض الزراعيه، تجاوزت 3,800,000 مخالف، ووصلنا الى 2,100,000 وشويه الذين تقدموا بطلبات للتصالح. فاحنا قربنا على المخالفات المرصوده، ونتعشم انه نصل الى جزء كبير جدا من الذين خالفوا ذهبوا للتصالح، وده هيبقى انجاز طيب لصالح المواطن المخالف. أيوة. قبل أن يكون لصالح الدولة. الهدف من قانون التصالح هو حاجتين مهمين جدا. الأولى، الوقف العشوائية في البناء، وقف البناء على أراضي غير مملوكة للي بيبنوا، مملوكة للدولة، وقف البناء على الأراضي الزراعية. نعم. دول الهدف الرئيس من إصدار القانون، إلى جانب أن هذا القانون زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي سوف يؤدي إلى رفع قيمة العقار الذي تم التصالح عليه، لأنه هيبقى له شهادة ميلاد قانونية. هيبقى كل المرافق التي تصل إلى العقار، سواء صرف صحي أو مياه شرب أو كهرباء أو غاز أو تليفونات، مؤمنة قانونا باسم صاحبها، وبالتالي لما يفكر ينتقل من عقار إلى عقار أو من وحدة سكنية إلى وحدة سكنية أو يبيعها حتى، هيبقى قيمتها السوقية أعلى كثيرا. تمام. إلى جانب أنه هيبقى قاعد مطمن أنه مفيش حد هيخبط عليه بابه ويقول له أنت مخالف. هي دي النقطة اللي أنا كنت عايزة أثرها مع حضرتك. أيوة. مش كل الناس بتفكر في إنها تنتقل لعقار آخر، ومش كل الناس بتفكر إنه، بعيدا عن إنه طبعا العقار بيكون استثمار، لكن مش كل الناس بتتعامل معاه على إنه فلوس متشالة. في ناس بتكتفي بعقار واحد، أو الأغلب الأعم بيكتفي بعقار واحد، وبيبقى هو ده المكان اللي مستقر فيه، اللي هيفضل قاعد فيه وقد يورثه كمان بعدها. لكن الشعور بالأمان والشعور بالطمأنينة والشعور بعدم المخالفة، أعتقد ده له قيمة، وقيمة مادية كمان كبيرة. ده أحد الأسباب الرئيسية لإصدار الحكومة لهذا القانون. خليني بس أقول لك إنه إحنا قعدنا زمن طويل جدا في غياب القانون، وكلنا مسؤولين عن هذا الزمن. يعني لا الحكومة وحدها ولا المواطن وحده مسؤول، كلنا مسؤولين. المسؤول الذي رأى كم هذه المخالفات تتم أمام عينيه وسكت لسبب أو لآخر هو المسؤول. المواطن اللي عارف أنه بيبني على أرض زراعية وممنوع البناء عليها مسؤول.
خلينا نقفل الصفحة دي، وزي ما قال الدكتور مصطفى مدبولي نحط خط ونبدأ من بعد الخط ده. أهم ما في القانون إنه دلوقتي الذي يريد أن يخالف بيفكر ألف مرة. يعني إحنا كده نجحنا، قفلنا باب المخالفات إلى حد كبير، أو وربناه زي ما بنقول. إحنا قفلناه، يعني اقتربنا من غلق هذا الباب إلى حد كبير. في مخالفات هتتم، أكيد في ناس واخدة بالها إن الدنيا مش شايفاها، أكيد، لكن هيبقى قلة قليلة جدا ممكن تعمل ده. لكن في الغالب الأعم إحنا نجحنا في إنجاز أن الذي يفكر في المخالفة يفكر ألف مرة قبل أن يخالف. نعم. وبالتالي أوقفنا سيل المخالفات، أوقفنا المباني المرتفعة التي تمثل عبئا على المرافق، على الصرف الصحي وعلى المية وعلى الكهرباء، على حتى الأمان. تخيلي حضرتك لا قدر الله عمارة في شارع 6 متر بقى 20 دور أو 17 دور أو 15 دور، لا قدر الله لو حصل حريقة فيها بنعمل إيه؟ لا قدر الله لو حصل حالة مرضية عايزين ننزلها تروح المستشفى، نعم، بنعمل إيه؟ وهكذا. كل ده القانون ده الذي جاء لصالح المواطن، والذي تم تعبئة هذا المواطن ضد القانون دون فهم ودون وعي. طب هو لو المواطن ده لم يستشعر أن القانون لصالحه، لماذا لجأ إلى التصالح؟ ولماذا وصلنا إلى 2.1 مليون متصالح أو راغب في التصالح؟ ده ليه؟ لأنه لما الناس هديت وبعضهم أرى القانون أو حد شرح له القانون، فهم أنه ده لصالحه، لصالح أمانه، لصالح وضعه القانوني، لصالح الخدمات اللي هيستقبلها. لأنه العائد من التصالح مش جباية زي ما قالوا، لا، ده العائد ده هيعود إليه في صورة خدمات، رصف طرق وإقامة منشآت وصرف صحي جديد ومية في الأماكن اللي ما فيهاش مية. إذن المواطن هو المستفيد الأول قبل الحكومة من تطبيق هذا القانون. أنا بس كنت بقول إنه على الحكومة أن تكون على حسمها الذي أبدته في مراحل تطبيق القانون. ليه بقى؟ لأنه في ناس كتيرة جدا دلوقتي بعد المد ل 30 نوفمبر، وهو المد الثاني، كان الأولاني ينتهي في 30 سبتمبر، مدة إلى 31 أكتوبر ثم إلى 30 نوفمبر. أنا بس عايز أقول إنه على الحكومة في حسمها إنها ما تديش إيحاء إنها هتمد. لأنه المواطن هيتقاعس، هيقول ما هو هيمد، أنا هجري ليه وأحضر الورق ليه وأعمل على مهلنا. فهذا الإحساس هيؤدي إلى تباطؤ الراغبين في التصالح. ده عكس سؤالي اللي أنا كنت لسه هسأله لحضرتك، هل الفترة الفضلة كافية للمتبقين من المخالفين إنهم يلحقوا إنهم يتصالحوا؟ أعتقد إنها كافية إحنا جدا. إحنا دلوقتي وصلنا لـ 2.1 مليون، أيوة، متقدم للتصالح. مظبوط. أيوة. أو متقدم للتصالح، أيوة، وليس متصالح. لسه ما تمش التصالح، لسه اللجان شغالة. تمام. يعني فاضل لنا حوالي 900,000 مخالفة تقريبا. 900 وشوية. أقرب ما يكون يعني. هل الفترة اللي فاضلة دي كفاية ممكن؟ لو استشعر المواطن أنها الفترة يعمل الأخيرة. ضغط شديد على أماكن التصالح، فده ممكن يؤدي لبرضه لخبطة أكتر. لا، هو لو استشعر المواطن أن هذه الفترة هي الفترة المد الأخيرة، سوف يجتهد في أنه يروح يتقدم. لكن لو حس أنه لديه يعني لدى الحكومة رغبة في المد تيسيرا على المواطن، هي بتمد ليه؟ عشان تيسر على المواطن طبعا. عشان ما يبقاش عنده حجة، عشان اللي بيقول ما معيش فلوس يقدر يوفر فلوس، اللي بيقول ما عنديش أوراق يقدر يكمل أوراقه. خلاص. كمان الحكومة احنا مشغولين دلوقتي بالانتخابات البرلمانية، غرفة البرلمان مجلس النواب، كنا مشغولين في الشيوخ، والآن مشغولين، المواطن مشغول بالنواب أكتر من الشيوخ، وبالتالي الحكومة بتديله فرصة أن يشارك مشاركة إيجابية في انتخابات مجلس النواب، وبتديله فرصة يكمل أوراقه، وبتديله فرصة يدبر الموارد اللي هيتصالح بيها. ومن هنا أعتقد أنه المواطن ملوش حجة تاني. طيب، إحنا متخيلين مرحلة ما بعد التصالح هتكون إيه؟
بعد التصالح، بعد قانونية الأوضاع، هيبقى في زي ما اتفقنا حد من العشوائية في البناء، حد من البناء على الأراضي الزراعية. أعتقد أن الحكومة لديها مخططات لإقامة مجمعات سكنية لأهلينا في الريف، سواء في الصعيد أو في وجه بحر. نعم. ليه؟ لأنه ده اللي أشار إليه السيد الرئيس عندما قال أنه أنا هبني لك بطريقة مخططة. فأعتقد أن هناك بالفعل مخطط لإقامة قرى نموذجية، مباني نموذجية لأهلنا اللي في الريف. بس عايز أقول لحضرتك أنه علينا كمواطنين أن احنا نتنازل عن ثقافات متوارثة أدت بنا إلى الجور على الأراضي الزراعية، إلى ظلم الأراضي الزراعية. يعني واحد يقول لك مثلا أنا لازم أقعد في بيت في الأرض بتاعتي، ولازم يبقى عندي لمؤاخذة حاجة للبهايم وحاجة مش عارف لإيه ومخزن لإيه. لو احنا طورنا نمط التفكير ده إلى أنه لابد أن نسكن قريبا من الأرض الزراعية، وليس في الأرض الزراعية على حوافها، الدولة مع الأهالي توفر أراضي تستطيع من خلالها بناء مجمعات سكنية تضم كل اللي عايزين سكن، وبالتالي المساحة اللي هتقتطع مش هتبقى مساحات متناثرة تفتت الأرض الزراعية وتؤثر على المنتج الزراعي اللي سعره لما يقل مع طلب زيادة سعره يزيد. واحنا كمواطنين نقول هي الأسعار زي ده ليه؟ على دخل الفلاح نفسه، يعني ما هو لما السعر بيقل وإنتاجك بيقل دخلك بيقل. لا، وكمان المواطن العادي اللي مش في الريف بيشتكي من ارتفاع الأسعار جداً. اللي بتأثر على دخله. هي سايكل، هي دورة اقتصادية كلنا بنتأثر بيها. أكيد. طيب إحنا متخيلين أنه العقارات اللي مخالفة بالفعل بعد ما تنتهي من التصالح، هل ممكن يتم توصيل ليها الخدمات بطريقة قانونية؟ ده ولا مؤكد. ده مؤكد، ده هيبقى جزء من هيتم تحويل، يعني الوحدة السكنية التي سوف يتم التصالح عليها هيبقى من حقه لو عنده عداد كودي أو عداد بالممارسة، من حقه أنه يدخل عداد باسم مالك الوحدة، من حقه يدخل كهرباء باسم مالك الوحدة، من حقه يدخل مياه باسم مالك الوحدة. وبالتالي زي ما قلنا تقنين الوضع ده في حد ذاته نوع من الراحة النفسية ونوع من انتهاء القلق لدى صاحب الوحدة السكنية، ومزيد من التأمين لصاحب الوحدة ولمشتري الوحدة، لأنه اللي هيشتري رقم وضع قانوني كمان يعني معلن ومثبت، وهيبقى ما فيش بقى زي شهادة إعادة الميلاد. بيع تاني لا، حتى لو في إعادة بيع تاني زي العربية في شهادة ميلاد. لا، مش ده قصدي. في كان بيتعرض بعض المواطنين لبعض يعني النصب مثلا من قبل المحتلين اللي بيبيعوا العقار مرة واثنين وثلاثة. أعتقد دلوقتي زي ما اتفقنا أنه البناء العشوائي سوف يقل إلى درجة ضخمة جدا. نمرة اتنين، تقنين الأوضاع سوف يؤدي إلى وجود شهادة ميلاد لكل عقار ولكل وحدة سكنية. تستطيعي حضرتك وانت بتفكري تشتري تسألي عن شهادة الميلاد، هل شهادة الميلاد دي حقيقية ولا مزورة؟ وبالتالي هتشتري وانت آمنة، ومحدش هينزعك على ملكيتها، ومحدش هيقولك أنا بعتلك وحدة على الورق ثم تلاقي مواصفات مختلفة. هتلاقي المواصفات في شهادة ميلاد الوحدة اللي حضرتك هتتفضلي وتبقي شارياها. أكيد. وهو ده هيبقى خلاص الوضع الذي سيستمر بعد كده، إن شاء وهو الله. ده اللي هيبقى الشكل اللي هيبقى عليه بإذن الله. المخالفات المالية للي المخالفات البنائية للي لم يتصالح هيتم طبعا توقيع عليه عقوبة شديدة. هيتم تطبيق القانون. وبدايته مفيش زي ما اتفقت الحكومة مع المواطنين، مفيش إزالات لوحدات مسكونة، لكن في توقيع عقوبات قانونية نص عليها القانون. نعم. هتبدأ بقطع المرافق عنه. هنرجع لها أكيد في مرة أخرى نقدر نتكلم عليها باستفاضة. الأستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك. أهلا وسهلا.